هنبقى محتاجين ايه بقى للفرنش توست؟ هنبقى محتاجين لبن، بيض، سكر، فانيلا. خلاص، لبن، بيض، سكر، فانيلا. اهو البيض اهو، هنحط سكر مش كتير، فانيلا، يعني الفانيلا عشان بس تكسر زفارة البيض. ماشي، هي مش أساسية بس بتكسرها، يعني اللي لا ممكن عادي ما يتضايقش خلاص ما تحطهاش، بس أنا شخصيا لا، يعني قلبي ما بيطمنش غير بصراحة لما بحطها. هنقلب كده كويس جدا جدا اهو. واسيبه كده على جنب. طيب هنعمل ايه بقى النهارده؟ عندنا عيش تورتيلا وعندنا توست ابيض اهو، توست ابيض وعيش تورتيلا. تمام، هنعمل بالحاجتين دول حاجه حلوه النهارده. هنجيب كده كاتنج بورد ونبتدي بالعيش التورتيلا عشان لما نحطه على الجريل، وبعد كده نبقى نحط التوست بتاعنا. هنجيب كده معلقه صغننه معانا بقى. عارفين في برطمانات كده طالعه بقى لها فتره، يعني اكتر من سنه، اللي هو السبريد، اللي هو البسكوت. مش قادره احكي لكم هو طعمه عامل ازاي، لان هو كمان مش شجري، فبيدي طعم خطير 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 مع الزبده بقى وسكر البودره او العسل اللي احنا هنحطه. مش قادره احكي لكم مع الفراوله طعمه عامل ازاي. خلاص هنجيبه كده ونحطه. في نفس الوقت عايزه اقول لكم مفيد جدا، لان مكوناته كلها ما فيهوش كمان مواد حافظه، فهو كمان لطيف جدا، يعني مش قادره احكي لكم هو مفيد ازاي. هنحطه كده الطريقه دي كده. تمام، خلاص. هنعمل ايه بقى؟ هنعمله كده. ده مثلا ده الساده. خلاص اهو اهو اهو. بصوا صغنن ازاي وجميل. من الحاجات برضو ايه اللي ينفع ناخدها معانا الشغل، المدرسة، الكلية، ظريف يعني. طيب بصوا بقى كده، بس ايه الزبدة، خلوا بالك عشان الزبدة من الحاجات، بس كفاية عليه كده. نحطه بقى كده اهو ناحية الحتة اللي احنا قافلينها. خلاص كده كده ماشي. بصوا انا حطيت على كل الفرنش توست اهو السبريد بتاع البسكوت وال العيش التورتيلا اهو، كمان اتحمر. اطلعه بس كده ايه عشان يبرد سنه قبل ما ابتدي ايه اقطعه. بصوا بقى عشان اخر حاجه بقى هنعملها مع بعض عشان نشوف الفرنش توست اهو. هحط التوستيه يا دوبك اغطسها في اللبن بالبيض بالسكر بالفانيلا يا دوبك، واقوم حطها كده. هنعملها ايه؟ هنحط كده كده اهو ماشي. وانا هنا مثلا في فراوله هحشي برده واحده ثانيه فراوله. فراوله بتخلي طعمها ظريف جدا، بتكسر كده السكر كده كده كده. وايه، واقوم اغطيها كده، واغطي دي كده، واحطها بس على النار ثانية واحدة. بصوا بقى نقرب هنا. بصوا هقطعه كده. هجيب كده بس ايه الفراولة، واقوم حاطة ده كده. بس هغير بقى في الصوصات، مش كله هحطه نفس الصوص. خلاص اهو. هعمل ايه مثلا هنا؟ مثلا هنا السكر البودرة. خلاص هحطه هنا كده. خلاص هنا مثلا هحط العسل. نجيب بس ايه خشب نعمل بيها العسل كده. دي مثلا بالعسل، هنا بصوص الشوكولاته.